ومن العلامات الصغرى للساعة أن تكثر الزلازل، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. ويسبق الزلازل أن يحصل موت كثير، وهذا مشاهد في واقعنا، الموت كثير والزلازل بدأت تظهر. ولذا قال ابن حجر رحمه الله: ليس المراد خروجها لأنها ظاهرة، ولكن المقصود أنها تكثر وتعم، يعني لا تكون في بقعة معينة من الأرض، لا، تستمر وفي معظم بقاع الأرض. هذا معنى كثرة الزلازل. ويسبق كثرة الزلازل الموت.